السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا رب؟ تكونوا بخير وصحة وسعادة الحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض في الجزء الخامس من شرح سوفت وير جهاز سيتي فيليبس 16. طبعا في المحاضرات اللي فاتت شرحنا جزء كبير جدا في السيتي فيليبس، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي أهم حاجة إحنا بنستعملها بعد ما بنخلص الفحص مباشرة، وهي طبعا الـ MPR. النهاردة إن شاء الله هنخش على أيقونة الفيور وهنشوف مع بعض الـ 2D والـ MPR مع بعض. يلا بينا نبدأ مع بعض. انت اخترت حالة وخدت البون بتاعك والسوفت ورحت بيهم على حاجة اسمها الفيور، بيحمل البيانات بتاعتك. دخلت على الفيور، جاب لي الصورتين البون والسوفت، الاتنين شغالين مع بعض بنفس الطريقة. جميل كده. عايز تعمل كومبير، فانت فاتح البون والسوفت مع بعض، بتقارن بينهم الصور، تشوف الليجن هنا في البون، تشوف ده لو كان الليجن في البون، فبتشوف شكله في البون وتشوف شكله في السوفت. طبعا لو كان الليجن شوف السوفت تشوف، انت مش محتاج بون اصلا، يعني ده في حاله تانية، في حاله الابدومين يعني. تمام. طيب انت هنا شفت الليجن في البون وفي السوفت، جيت هنا انا مش عايز اشوف الاثنين مع بعض، انا عايز اشوف حاجه واحده اللي هي البون بس، هو بيجيب لك الاولاني اللي هو البون. جميل كده. طيب انا عايز اشوف البون بس لوحده، وحبيت اشوف السوفت بس لوحده، شايف هنا كده تلاقي هنا في ايكونتين، دي صفحه التقسيمات بتاعت الحاله اللي قدامك، دي صفحه السيريز اللي انت دخلت بيها على الفيور. جميل كده. ودي الاعدادات بتاعتك وهشرحها لك كلها. طيب دي البون، ده السوفت، لو جيت ضغطت هنا كده تلاقيه فتح لك السوفت بتاعك، ده السوفت ايشو. تمام كده. ده البون ويندو، لو دوست عليها دبل كليك كده تلاقيها جت معاك. عايز تعمل كومبير، بتحدد الاثنين مع بعض وتقول له كومبير، فبيفتح لك الاثنين جنب بعض. تمام كده. طيب احنا دلوقتي لما نيجي نبص بقى على الايقونات اللي فوق واحده واحده كده، لما نيجي نبص على الايقونات اللي فوق دي علامه ال 2D اللي انا بشوف بيها الفحص بس، انا هنا جاي هنا تصفح الفحص مش اكتر، مش يعني مش هعمل عليه اي حاجه. جميل كده. مش هقطع منه، مش هعمل كورونال ساجيتال اكزي، ده ال 2D اللي انا بشوف بيها الفحص فقط، اللي هو انا داخل بالاكزيال فهشوف اكزيال بس، داخل بالكورونال فهشوف كورونال بس. تمام كده. طيب دي علامه الام بي ار، فانت بتاخد الفوليوم تخش بيه على الام بي ار، بيفتح لك كورونال وساجيتال واكزيال وتقطع فيهم زي ما انت عايز. دي علامه الثري دي او الفوليوم. تمام كده. ده الثري دي، تخش على الثري دي وتشيل اي حاجه وتقطع اي حاجه، وان شاء الله نشوف ده كله دلوقتي. دي علامه الفيرشوال اندو، لو انت عايز تعمل كولونوسكوبي، لو انت عايز تعمل منظار على القولون فيرشوال، فيرشوال تخيلي، تمام، مش منظار حقيقي. لو انت عايز تعمل على التراكية، عايز تعمل للجاستريك، للاستومك مثلا فيرشوال اندو للاستومك، وهكذا. جميل. طيب لو قفلت الصفحه دي فتح لك دي بس، عايز ترجع لها تيجي بس تقف هنا كده، هتلاقي الصفحه طلعت لك وتقول له السهم ده، فهتتسيف على كده. جميل كده. طيب هنا طبعا لو انت عايز صوره واحده، هنا لو انت عايزها اربعات، هنا لو انت عايزها الفورمات بتاعت او الشكل اللي انت عايزه. جميل كده. طبعا احنا عايزينها فحص واحد او صوره واحده، انا عايز بقى الفحص بتاعي ده يكون صوره واحده، بقت بون ويندو. جميل كده. او سوفت ايشو اللي انت عايزه. جميل. طيب انت من خلال الصفحه دي ممكن تيجي تعمل باتش من الاكزيال ده، انا هبدا من هنا وانتهي هنا وعايز 20 30 صوره. جميل كده. بس كل سيلكت افري كل 2 ثانيه، 2 مللي، 3 مللي، وهكذا. فمش هتقطع يعني، مش انت مش هتستخدم الباتش هنا خالص في ال 2 دي، احنا هنا على ال 2 دي، خلي بالك. تمام. طيب دي السيريز بتاعتك، دي الباتش بتاعتك، خلاص كده. طيب الصفحه دي لو انت عايز تقف هنا وتسيف صوره، عايز تقف هنا وتسيف الباتش كله اللي انت خدته، عايز تسيف الباتش، عايز تعمل تسيف الديسبلاي ده، الشكل ده تسيفه وتعمل سيف ديسبلاي العرض ده، والديسبلاي هيتسيف سكرين شوت، مش هتعرف تغير فيه، لا هتعدل فيه كونتراست ولا هتعدل فيه انونيشن ولا هتعرف تعمل فيه اي حاجه. جميل كده. طيب نفس اللي احنا عملناه هنا، هنا برضو لو انت عايز تبعت الصوره دي للفيلم، سند ايمج تو فيلم، عايز تبعت الباتش للفيلم، الباتش اللي احنا عملناه عايز تبعته للفيلم، عايز تسيف الديسبلاي ده للفيلم، عايز يعني خلاص هتاخد السكرين شوت دي للفيلم. جميل كده. هنا لو انت هتكتب ريبورت، سند ايمج تو ريبورت، لو انت بتكتب ريبورت فبتبعت الصوره دي للريبورت، والريبورت هنا لو فتحت هنا تلاقي الصور اتبعتت. جميل كده. طبعا احنا ما بنعملش ريبورت خالص هنا يعني، احنا طلعنا خالص هوم، عايز ارجع للشغل بتاعي، انا بخش على الريفيو بلاقي نفسي على الشغل بتاعي. جميل كده.
اخر حاجه خالص اللي هو علامه السيني بلاي باتش. لو انت خلصت وعملت باتش وعايز تشوف بتعمل ديسبلاي، عايز تعمل بلاي للسيريز اللي انت خدتها، فبتقول له سيني وبتقول له شغل، فبيشغل الحته اللي انت خدتها. جميل كده. طيب هنا طبعا لو انت عايز تستخدم السكرول عشان تعمل حاجه اساسيه عندك على الصوره، هنا لو انت عايز تحرك الصوره هنا بتزوم، ولو فتحنا السهم ده كده بتلاقي تدوس وتزوم مفيش اي فرق، وهنا بتستخدم الزوم الاساسيه. هنا طبعا لو انت عايز تعمل روتيشن للصوره. طيب انا بوظت الدنيا، تمام، وعايز ارجع لاخر حاجه خالص، بتروح عامل، او عايز ارجع للاصل، بتروح عامل ها ريزيت اول، رجعت كل حاجه زي ما كانت، تمام كده. طيب هنا لو انت عايز تعمل لاين، لو فتحت دي تلاقي لو انت عايز تمشي بخطوط متعرجه وبرده بيديك المسافه، طبعا انت عايز تمشي مسافه معينه وبرده بيديك قيمتها. هنا لو انت عايز تشير لسين بسهم وتكتب في نهايه السهم، هنا لو انت عايز الكوبس انجل، وان شاء الله في فيديو للكوبس انجل موجود على الجهاز ده ان شاء الله. هنا لو انت عايز تكتب تكست فقط، تمام، بتكتب التكست اللي انت عايزه، ولكن التكست هنا صغير صغير، لو جيت على الفيلم هتلاقي التكست ده انت مش شايفه اصلا، تمام. دي مشكله من مشاكل الجهاز ده، ان التكست بتاعه صغير جدا، تمام. يعني لو جيت اتحركت ورحت في اي مكان، او حركت الصوره كده ورجعت، تلاقي التكست صغر اساسا، صغر خالص، تمام كده. هو كان كده، كان كده بقيت كنت انت شايفه، لما رحت لاي صوره تانية ورجعت تاني هتلاقي التكست صغر. دي مشكله الجهاز ده، ده مشكلته، تمام كده. فبالتالي انت لازم تعمل التكست ده، لو انت شغال في حاله رايفيزك بتروح جايب صوره مسودها وتكتب عليها ارتيريال بحيث تبقى تخش تكبر الديسبلاي، بتروح كاتب التكست على الديسبلاي بتاعك وبتسيفه كديسبلاي، بتسيفه على سكرين شوت عشان خاطر ما يكبرش ويصغر معاك، عشان على دي صوره، لو انت على الصوره هيكبر ويصغر معاك، فبنسيف ديسبلاي عشان يفضل كبير معاك، تمام. ولو انت مثلا شغال في حاله ترايفيزك فبتقول له ارتيريال فينس ديليد عشان تحطها في اول الفيلم، فبتجيب الصوره، بتجيب اي صوره بتسودها خالص وبتروح كاتب عليها ارتيريال وبتحفظها ديسبلاي عشان تكبرها براحتك على الفيلم، ويفضل التكست معاك يكبر معاك كل ما تكبر. اما لو على صوره هتكبر الصوره ويفضل التكست صغير. جميل كده. طيب ده بالنسبه للفحص اللي معاك، تمام. هنا لو انت عايز تختار اي شكل وتاخد احداثياته، تمام، هنا تقف على اي صوره في اي منطقه في الصوره في الفحص بتاعك وتاخد احداثياته، هيديك احداثيات كامله. بعد كده عندي البيكسل فاليو اللي هي الهاونس فيلد، لو جيت خدت دوست عليها ودوست في اي منطقه في الصوره يطلع لك القيمه بالهاونس فيلد، دي الهاونس فيلد، دي طبعا الاكس واي اللي هي الاحداثيات بتاعت النقطه اللي انا خدتها. جميل كده، يطلع لك الهاونس فيلد، لو جيت حطيتها على البون يطلع لك هاونس فيلد بارقام فلكيه، ده بتاعت البون عشان كالسيفاي، تمام كده. لو جيت على السوفت تيشو زي ما اتفقنا ان السوفت تيشو بيكون من 45 لحد 90 او يوصل ل 60، تمام. لو جيت بصيت على البون مارو تلاقي البون مارو بيقرب السالب عشان وجود هواء، جميل، بسبب ان في نسبه هواء طفيفه في البون مارو شويه، تمام. طيب لو جيت بصيت بره خالص تلاقي بيقرب السالب زي الاير اللي موجود في الشيست، دي الهاونس فيلد عموما بتاعت الفحص بتاعي. جميل كده، منين؟ من النقطه دي او من العلامه دي. دي طبعا لو انت حطيت حاجات كتير قوي في الصوره وعايز تشيلها، عايز تشيلها بتعمل ديليت اول انيميشنز، تمام، بيشيل لك كل حاجه. طيب هنا لو انت عايز تختار اي ويندو للصوره، انا هنا دي سوفتيشو صح، لو جيت اخترت بون هيديني البون، لو جيت اخترت لانج ويندو ابدومين هيديني سوفتيشو، لو جيت اخترت بقى اي حاجه تانية السي تي اي هيخليها سي تي اي، تمام، اللي هي الانجيوهات، لو جيت اخترت البرين هيجيب ديك وهكذا. فدي طبعا انت بتختار الويندو على حسب الفحص اللي قدامك فبتظبط بيه الويندو بتاعك. طيب انت مش عايز الويندو اللي انت عدلته، فانت عايز ترجع للويندو الاصلي بتاعك كان اجمل، فبتقول له ديفولت، بيرجع لك الويندو الاصلي، تمام كده. العلامه دي علامه الانفرت، انا الصوره دي بدوس عليها تقلب لي الانفرت بتاعها، تمام كده. طبعا انت هتحتاجه في فحوصات وفحوصات لا. جميل. طيب احنا كده خلصنا بالنسبة للصفحة دي. طيب انا بقى عايز اخد البون مثلا، البون، واخش بيه على ال ام بي ار، فبختار البون وبقول له ام بي ار. طبعا الام بي ار احنا اشتغلنا ام بي ار كتير جدا، ممكن تخش تشوفه في اي فحص،
تخش تشوفه في اي فحص، ولكن انا هشرح لك الام بي ار برضو كمعلومه سريعه. الام بي ار من هنا ممكن تختار على الصوره دي الصفحه الرئيسيه، ممكن تختار اكزيال كورونال سجد. جميل كده. طبعا هنا لو انت عايز تشيل الكروس هير اللي هو الخطوط دي اللي انت بتظبط بيها الاورينتيشن بتاع الصوره، وطبعا كل الكلام ده احنا عملناه في الفحوصات. لو فتحت اي فحص ان شاء الله هتلاقي فيه كل الكلام اللي انا بقوله لك ده، تمام؟ ولكن احنا بناخد معلومة سريعة عشان ما نطولش على بعض، عشان ما يبقاش فيه حشو كتير في الفيديو ملوش لازمة. احنا كل اللي احنا عملناه ده موجود في الفحوصات اللي شرحناها قبل كده على الجهاز ده. انت عايز تشيل الكروس هير او تحطه اللي انت عايزه. جميل كده. طيب انت جيت هنا جبت الاكزيال مثلا، بتطلع فوق خالص وبتقول له ستارت او فروم، وانزل تحت واقول له تو، ويقول لي انا عايز مثلا من دول 20 صورة مثلا. شيل كل الكلام ده، اقول له مثلا 20 صورة على سيكنس، هو بيغلط اوتوماتيك السيكنس لوحده على سيكنس 3. جميل كده. انا عايز اشتغل على سيكنس 3 لان ده بون حال ادلت، فبشتغل السيكنس بتاعها على 3. جميل كده. فبقول له خلاص انا عايز اسيف بقى الباتش اللي هو ده اللي انا خدته ده، كام صوره دول. هقول له مثلا هاجي هنا كده واقول له انا عايز دي ريفرنس، احطها في اول الفيلم، وافتح من هنا واقول له ريفرنس، واقول له اوكي اوكي، واقول له سيف باتش، بيسيف لي الباتش بتاعي اللي هو 20 صوره. عايز تسيف الصوره اللي قدامك دي بتعمل سيف ايمج. نفس الايقونات اللي هنا هي نفس الايقونات اللي في ال2 دي، تمام كده، ما فيهاش اي اختلاف. جميل. الباتش بتاعك خلاص فهمناه، ما فيش اي اختلاف. جميل. طيب ده بالنسبه لي الام بي ار بتاعك. طبعا لو عايز تغير شكل الام بي ار ممكن تخليه كده، ده في حاله لو انت مثلا هترسم كيرف اوتوماتيك هيجي من هنا. جميل كده. طب انا عايز ارسم كيرف، طب انا عايز اشوف السيريز اللي معايا. لو جيت فتحت هنا انت طبعا داخل بحاجتين، البون ويندو والسوفت، فتلاقي البون السوفت موجود معاك ممكن تجيبه وتقطع منه. طب انا عايز ارسم بقى الكيرف ام بي ار اللي هو من هنا عشان ترسم اليوريتر. طبعا فيديوهات رسم اليوريتر موجود على القناه وان شاء الله هحطها لكم في وصف الفيديو. جميل كده. طيب انت عندك خلاص دي الايقونه، بتدوس عليها وترسم الام بي ار، الكيرفد ام بي ار بتاعك. خلصت بيطلع لك الام بي ار هنا، بتروح فاتحه كده وتعدل فيه، تكتب عليه زي ما انت عايز التكست اللي انت عايزه ايا كان، وتحطه هنا كده في اي منطقه انت عايزها، وبتقول له سيف ايمج، بيسيف لك صوره الام بي ار او الكيرفد ام بي ار او اليورتر اللي انت رسمته. تمام كده. طيب شايف العلامه دي؟ دي علامه الشارب، لو انت عايز تشرب الصوره بالمنظر ده زي ما انت شفت كده او تنعمها بالمنظر ده. طب انا عايز اشوف القيمه بتاعه الشارب اللي انا خدتها، انا عايز ارجع للشارب الاصلي، انا مش عارف انا طلعت كام ونزلت كام. فهفتح هنا كده البيانات، طبعا دي الايقونه دي بتاعه البيانات، تمام. لو جيت على الشارب بقى، صوره الشارب، بص هنا تحت هنا كده شايف الاي اي دي، الاي دي هي الشارب بتاعتك. انت طلعت كده لثلاثه، ده اقصى حاجه للشارب على الجهاز، او نزلت كده فنزلت سالب واحد بالنسبه للشارب بتاعك. طب انا عايز ارجع للاصل، فبتخلي الاي اي دي صفر، لا بالسالب ولا بالموجب، كده انت رجعت للاصل بتاعك. طب انت عايز تعمل كل ده في حركه واحده، فطبعا بتعمل ريزت اول، بس لو عملت ريزت اول هترجع كل اعداداتك من الصفر، تمام. فطبعا انت بتمسك الشارب بترجعه للصفر زي ما كان، بس انا عايز اعدل الشارب بس، برجع الشارب بس عشان ما يغيرلكش التكست اللي انت كاتبه، ما يغيرلكش شكل الصوره اللي انت خدتها، ما يرجعلكش كل حاجه. ريزيت دي ريزيت اول، يعني لغيت كل حاجه، كل حاجه اتلغت، ترجعت الام بي ار كانك لسه داخل من البدايه. جميل كده. دي كل الاعدادات اللي موجوده هنا. طبعا اللي هو الايمج انفورميشن اللي هي بيانات الفحص بتاعك او بيانات الصوره اللي قدامك، خدت الوقت بتاعها قد ايه واسمها، وخدت كي في، خدت ملي امبير، بيتش، روتيشن تايم، كل الكلام ده موجود في الصفحه دي، تمام، لو انت عايز او حد طلبها بالنسبه كتقرير يعني. جميل. ده بالنسبه للام بي ار، ده كل اللي موجود على الام بي ار. وبكده الحمد لله يكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده من حيث الفيور والام بي ار، وشفنا كل حاجه في الفيور والام بي ار وازاي بنتعامل عليهم. ان شاء الله استنونا في فيديو قادم ان شاء الله نشرح مع بعض ال 3 دي والمتبقي من السوفت وير بتاع فيليبس 16. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه لو انت لسه جديد معانا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.